من عناوين نشرة إلى تفاصيلها، والبداية من تدشين الحملات والمؤتمرات الانتخابية. أهلا بكم. حيث نظم حزب الجماهير الوطنية برئاسة الدكتور أحمد عبدالله الجبوري أبو مازن مؤتمره الانتخابي الأول في صلاح الدين تحت شعار مالها غير أهلها، بحضور سياسي وشعبي كبير. ودعا أبو مازن خلال التجمع الجميع إلى تحمل مسؤولية التغيير بالمشاركة الواسعة في انتخابات مجالس المحافظات لانتخاب فريق عمل جديد من الكفاءات بمقدوره تلبية مطالب المواطنين وتحسين أوضاعهم في جميع الاتجاهات. هلا حيو نفديك يا عراق، صيح بالروح بالدم نفديك يا عراق، بالدم نفديك يا عراق، صيح صيح صيح. الجماهيري منتصر.